السلام عليكم. بداية أطلة سعيدة إن شاء الله تلاميذنا الأعزاء، تلاميذ الصف الثاني. اليوم رح ناخذ موضوع الوضوء. عزيزي التلميذ، الوضوء فرض يجب أن يكون عليه المسلم قبل البدء بالصلاة ليكون طاهرا نظيفا نشطا مستعدا للصلاة. أي الوضوء فرض من فروض الله سبحانه وتعالى التي فرضها على المسلم. يجب أن يكون المسلم قبل البدء بالصلاة طاهرا، أي طاهر البدن، طاهر الثياب، نظيفا نشيطا، أي بدون كسل، مستعدا للصلاة. إذا توضأ المسلم فقد نظف كفيه وفمه وأنفه ووجهه ويديه ورأسه وأذنيه وقدميه بالترتيب الذي ذكرنا. يكون أول شيء نبدأ بالكفوف، بعدين الفم، وبعده الأنف، وبعده الوجه، وبعده إيدينا اثنيناتنا ورأسنا وأذاناتنا وقدمينا. وإن النظافة تشرح الصدر وتحفظ الجسم من الأمراض وتجعل المسلم محبوبا عند إخوانه والناس جميعا. أي أن النظافة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النظافة من الإيمان،